المحور الثاني الحقيقه اللي احنا اشتغلنا عليه ان معدلات التردد بتتابع بشكل لحظي، يعني وبيجي تقرير لدوله الرئيس في مرتين في اليوم. المحور الثالث هو التاكد من اماكن تقديم الطعام واماكن الخاصه بالباعه الجائلين والاماكن في الاماكن اللي تم رصد فيها هذه الحالات. وتم المرور فعلا على المستشفى الجامعي والمسله ومستشفى الصداقه ودراو المركزي، وتم مناظره الحالات المحجوزه بالمستشفيات، واطمأننا على تقديم الخدمات الطبيه ليهم، ومنهم كتير الحقيقه يعني تم تحسن الحاله والخروج. ومش بس كده، احنا رحنا المنازل في القرى اللي فيها هذه الحالات، حوالي 163 منزل في اداره دراو وابو الريش، وقابلنا الاهالي عشان نقدر ان احنا نعرف منهم ايه الحاجه اللي ممكن تكون تؤدي الى اشتراك المواطنين في هذه الاماكن تحديدا، والا الاماكن اللي فيها مياه الشرب موجوده على مدار المحافظه بالكامل. وعملنا اجراءات توعيه، لان التعامل مع هذه الحالات موضوع سهل جدا، وهو النظافه الشخصيه وتجنب اي عينات او اي اكل خارجي ممكن يكون ملوث او اي مياه ما تكونش معلومه المصدر. وتم اجراء يعني ورشات عمل مع رؤساء الاقسام بالمستشفيات وتدريبهم على البروتوكولات وتوفير الاحتياجات من المستلزمات والادويه اللازمه. الحقيقه مع محافظه اسوان ومع شركه الميه ومع كافه اجهزه الدوله هناك تحسن شديد. احنا كنا النهارده يمكن في حالات اللي احنا شفناها ترددت على المستشفى ما احتاجتش انها تخش، حوالي 23 حاله، واحنا بنتوقع في خلال اسبوع. طيب احنا بنفكر في ايه بعد ما شفنا مصادر المياه وبنتأكد من المصادر الخاصة بالغذاء؟ بنشوف الشبكات الداخلية في المنازل والشبكات المغذية للقرى والشبكات المغذية للأماكن اللي تم رصد فيها الحالات، لأن طالما اطمأننا من المصدر يبقى بنطمئن من الشبكات الداخلية عن طريق أخذ عينات وإرسالها إلى المعامل المركزية في وزارة الصحة. لكن الموضوع بيتم تداوله بشكل الحقيقة وفي مبالغة كبيرة جدا، بيتم تداوله بصور لا علاقة لها بالواقع، يمكن صور موجودة في دول أخرى، وده كله الحقيقة يعني نوع من انواع الاشاعات المغرضه. احنا ما عندناش اي مشكله، في خلال ايام قليله بدانا نشوف ان الحالات ابتدت تتماثل للشفاء، والحالات الجديده بقت بسيطه جدا. صار في خلال الايام القليله القادمه هتنتهي هذه القضيه بالكامل. حبيت ان انا اشرك حضراتكم في المعلومات، وان شاء الله بعد ظهور النتائج الخاصه بالشبكات الداخليه في البيوت والقرى اللي هي قالت ان في اصابات فيها او اللي احنا رصدنا اصابات فيها، هيتم اعلانكم بكافه التفاصيل. شكرا جزيلا.